تعرض الصحفي اللبناني المرشح للانتخابات النيابية عن لائحة شبعنا حكي علي الأمين في بلدته شقرة لاعتداء بالضرب على يد مجموعة قال إنهم من حزب الله، وذلك أثناء تجواله في البلدة وتعليقه صورا له كجزء من حملته الانتخابية. الأمين نشر هذا الفيديو على حسابه الشخصي بعد تعرضه للضرب. أنا محاصر ببلدة شقرة، تعرضت لاعتداء ولهجوم من أكثر من 30 شاب منتمين لحزب الله. أنا كسر سني بسبب الضرب، وجسمي أيضا تعرض للكمات ولضبيط، وتم استخدام كل وسائل التخبيط والضرب من مجموعة من البلطجيين. أنا بقول هذا برسم رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو هن البلطجية. رئيس الجمهورية تعال شوفهم، هو جماعتك حزب الله البلطجية، برسم هيئة الإشراف على الانتخابات. أنا هجمت لأني عم علق صورة لإلي، أنا اللي علقها، عم بعلق الصورة ما حدا غيري، لأني ما بدي حدا يتعرض كان لأذى بعد تهديدات أنه ممنوع علق صورة. إترجيع خبر الاعتداء على الأمين توالت ردود الفعل المنددة، وكان أول من ردود الفعل من وزير العدل الأسبق أشرف ريفي الذي هاجم حزب الله بتغريدة قال فيها: علي الأمين الصحفي والمرشح للانتخابات وابن العلامة السيد محمد حسين الأمين تعرض في بلدته شقرة لاعتداء إرهابي داعشي من مناصري حزب الله، هي جريمة موصوفة تدل على هوية الجاني الذي يحلل لنفسه إلغاء الآخر، كل التضامن مع السيد الأمين والعار للدويلة وكل من يغطي أفعالها. بينما أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية بيانا جاء فيه إن هذه الحادثة تشوش إن لم نقل تعطل العملية الانتخابية التي نحن في صددها، وأكمل في البيان: لذلك أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العمال ميشيل عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري التدخل فورا لتوقيف الفاعلين وإحقاق الحق. أما النائبة بهية الحريري فأعربت عن تضامنها الشخصي مع الأمين قائلة إن الاعتداء على الصحفي والمرشح علي الأمين هو استهداف في الصميم لكل مفاهيم الحرية والديمقراطية وللحق في الاختلاف والتنوع والتي هي ميزة لبنان ورسالته في هذا الشرق والعالم. وأيضا أكملت في رسالتها وتعاطفها مع الأمين: ولكن يبدو أن هناك من لا يرى إلا نفسه ولا يسمع إلا صوته ويرفض حتى الاعتراف بحق الآخرين في أن يكون لهم رأي أو صوت. وانتشر هاشتاج علي الأمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت بعض التعليقات منددة بالحادثة وبعضها الآخر متهكما. الصحفية ديانا مقلد قالت: مناصر حزب الله اعتدوا بالضرب على الزميل علي الأمين في بلدته شقرة وهو محاصر في منزل آل الأمين، كل التضامن مع علي من همجية حزب الله. غرد سعد عوس: هلأ كل جلموع في لبنان خاصة إذا كان شيعي وبده شهرة ومال خليجي يسب حزب الله وإيران والمجوس والفرس ويدعو لعروبة الدشداشة والعقال بيصير مليونير فورا. المغردة التي تسمي نفسها صفاء الشعيب: 40 شابا من حزب الله بيحرروا فلسطين والجولان، كمان مش بيضربوا واحد مثل علي الأمين وبيضل مرتب وتيابه نضاف، إذا بدي ابعت له ابني على القليلة بجعلكو تيابه. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من شقرة في جنوب لبنان علي الأمين الصحفي والمرشح لمجلس النواب اللبناني. مرحبا بك علي والحمد لله على سلامتك. يعني هناك من يتساءل يقول لك: أنت تسكن بالضاحية مضى لك كثيرا يعني ولم يعتدي حدا عليك بالضاحية، لماذا الآن يعتدى عليك في شقرة؟ يعني أولا لم يعتدى علي، أولا حملات التحريض والتعبئة، وأنا صامت في وجههم وأقول كلامي بوضوح. التهديدات حصلت وحتى اقتحام بيتي حصل، وهناك حوادث كثيرة، ويمكن العودة إلى يعني الجوجل لتكتشف ماذا تعرض علي الأمين في السابق. وأنا أخوض مواجهة من موقعي الإعلامي وموقع الصحافي في هذا الأمر. وأما لماذا اعتدي علي في بلدة شقرة، فأنا من بلدة شقرة أصلا، وكانت رغبة هؤلاء ورغبة حزب الله تحديدا أن أهان في بلدتي، يعني بمعنى أن يقال، وهذا الهجوم الذي تعرضت إليه من أكثر من 30 شاب منظم من حزب الله، وهناك يعني وهذا كانت يعني الكل يرى يعني على الملأ كما يحصل بسبب أنني أضع صورة في على يعني بسبب لحملة الانتخابية. طيب علي، هناك من يتساءل أيضا
يقول لك محمد رعد وعلي فياض وحسن فضل الله هم يعني المرشحين عن دائرة الجنوب الثالثة، هؤلاء مرشحو الحزب من زمان، والحزب يعني كقوائم دائما هي رابحة من سنة 92 إلى الآن، يعني هل تشكل أنت خطرا بالنسبة إليهم في هذه الدائرة مثلا؟ أنا أريد أن أقول لك لأكمل ما أردت أن أقوله، أنهم هم أرادوا إهانتي في بلدتي، أن يقال أن علي الأمين الذي لا يهدد وجود حزب الله أيضا في بلدته هو مهان ويطرد، وهم أرادوا تخويفي لأهرب، ليقولوا أن أهل بلدته لعلي الأمين يعني هم الذين طردوه، وهذا ليس صحيح. أنا أصريت على الصمود والبقاء وواجهتهم. هم الفكرة الجوهرية التي يريدون أن يثبتوها أن هناك أي معترض، ليس هناك معترضا فعليا حقيقيا على حزب الله في الجنوب. طيب، وهذا ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها يعني بعد هذه الحادثة، غير أن سجلت الفيديو يعني الإجراءات القانونية أين وصلنا بها؟ دعيت أنا على يعني بعد التحقيقات والأجهزة الأمنية التي هي يعني في هذه المنطقة غالبا ما هي تكون تحت سيطرتهم ونفوذهم، ولكن أنا دعيت على الأفراد الذين اعتدوا علي، ودعيت أيضا على حزب الله. واليوم يعني حتى الآن يقال أنه بدأت الاتصالات من قبل حزب الله لمنع يعني توقيفهم، الآن تجري نوع من التحقيقات الشكلية معهم، وأعتقد أنه سيخلى سبيلهم بشكل سريع، وهذا برأيي مؤشر إلى أي مدى يعني هناك تشجيع لكل من يتجاوز القانون تحت سطوة حزب الله وفي خدمة حزب الله. أشكرك عبر خدمة سكاي. الذين تهجموا عليه كانوا وجوههم مكشوفة، لم يهتموا بأن يكونوا يعني يفعلوا ما فعلوه سرا أو بشكل يعني أو أنهم يلبسون أقنعة، كانوا مصرين على أن تكون وجوههم مكشوفة لأنهم يدركون أن حزب الله يستطيع أن يتدخل في القضاء ولدى الأجهزة الأمنية ويستطيع أن يحميهم. أشكرك عبر خدمة سكايب من شقرة بجنوب لبنان علي الأمين، الصحفي والمرشح لمجلس النواب اللبناني.